الحمد لله هذه 6 أسابيع باش بدينا التدريب، بدينا بعد المنافسات القارية، ما سنعتبروهاش مباراة استعدادية، وإنما حنا تنمثلوا كرة القدم الوطنية، خصنا إن شاء الله نمشيو نجيبوا تأهل من أبيجون. هذه المباراة اللي غتخلينا أننا نقيسوا حتى المستوى ديالنا في البطولة الوطنية إن شاء الله لهذ الأبواب. نتمنى إن شاء الله أن المستوى ديال الفريق تحت تورك يبقى غادي في نفس المسار، ولما لا أحسن الشهية ديال الفريق فهي مفتوحة، لأن خصنا نبينوا بأن احتلالنا المرتبة الرابعة في الموسم السابق ما كانتش محض صدفة، وإنما كانت بعمل كبير. بالتالي ان شاء الله مجموعه من الاهداف انه كما قلت نمشيو ان شاء الله نمروا هذا الدور هذا، بدايه بمباراه العوده هناك في ابيجون، ومن بعد الوقت باش نفكروا في البطوله. الفريق قدم على مجموعه انتدابات، كاين مجموعه اللاعبين اللي مشاو لانديه اخرى واللي نتمنى لهم حد الصعيد، واللي عاونونا في اننا نكتبوا التاريخ ديال النادي. لاعبين جداد اللي دغيا نسهروا مع الاجواء ديال النادي، نتمنى ان شاء الله حتى يعطوا الاضافه، وفريق اتحاد تورقه يكون ان شاء الله المفاجاه الساره للموسم الثاني على التوالي.